ما ذكر الكابتن عبد العزيز الخالد هو فعلا هذه نقطة تمثل مشكلة كبيرة جدا. احيانا احنا نتواجد يعني كمحللين رياضيين نوضع مثلا كاعلامي رياضي، الاعلام الرياضي موسوعة فبالتالي يكون عنده يعني محاور كثيرة جدا، عنده المام اكثر، لكن احنا يكون دورنا في تفصيل بعض المسائل سواء من الجانب الاداري بحكم معايشتنا لا او حتى من خلال الاجزاء الفنية اللي احنا يعني مارسناها، فبالتالي يكون عندنا المام اكبر في قراءة المشهد واعطاء النقاط ووضعها على الحروف بشكل اوفى وتصل للمشاهد بشكل مختلف. اما مسألة انه اليوم احنا نتكلم مع بعض الاعلاميين يقول لك لا انت اصحاب الاستضافة في القنوات يقول لك لا انت اعلامي رياضي. انت لما تحطني في هذا الاسم الواسع تمثل لي نوع من الحرج، فاصبحنا اليوم نحاول قدر المستطاع في القراءة والمتابعة وزيادة المعرفة في كيفية التواجد ايضا والتواصل مع المعدين حتى ناخذ بعض المحاور حتى يكون تقديم مثل هذا الخطاب للمشاهد يكون على الاقل لائق وفي كثير من المعلومات الحقيقية. لأن اليوم من يشاهدك اليوم أبو زياد لو سمحت لي؟ يشاهدك اليوم ولدك اللي أنت قدوة له، فبالتالي إذا ما تنظر مثل هذا المعيار المهم جدا اللي أنت من خلاله تقدم رسالة، هي في الأصل الرسالة الإعلامية هي رسالة سماوية ممتاز. يجب أن تكون دائما محفوفة بالتقدير والاحترام بما يليق مع العطاءات، نعم فيها أخطاء ولكن يجب أن نقدرها. ممتاز، 10 ثواني تكفى الله يخليك. يلا يا أبو سلام يلا يلا 15 ثانية تفضل. ما أبغى لا ترى شفت عندي 10 ثواني، تبغى تقول ولا ختم؟ ما أبغى أتكلم، قضينا بكرة إن شاء الله. ما عندي وقت، لا أنت ضيعت علي الوقت. بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 10 بإذن الله تعالى. يلا.